تعلم على دائما الدور الترتيب على الرقاع الثالث اليوم هذا الرقاع ديال العمل الجماعي والمجال ديال التواصل والدور ديالو في العمل الجماعي وفي تقطيع الجمعيات او المجتمع المدني وفي نفس السياق يعني ندير واحد القراءه الفاتحه للمرحومه والدة الحسن مبروكي العظمه اللي معنا دائما ونشيط وطرد السلام معنا واليوم بدا باش ندير واحد الروح الفتاه توفى الخميس الماضي هذا هو السي سالم تفضل معنا. تتضامن دائما يعني النداء وحاضر في جميع المناسبات اكيد ان جمعيه نهضه تهتم بالتضامن هي جمعيه مثل الاسره الواحده كتبقى شي شخص ديالها كتبقى جميع الاشخاص كعائله واحده في 2003 يعني عائلة كبيرة وزادت مع الوقت والحمد لله الأفضل كرجع رئيس الجمعية وجميع الأعضاء ديال الجمعية بالمناسبة كنتمنى من الله أنه يغفر الأم ديال السي محسن نسأل الله أن يتجاوز عنها وأن يبدل سيئاتها حسنات وأن يرحمها وأن يلحقها بالصالحين والشهداء والأبرار آمين برحمته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اتفاقا بالعمل وكان من الشخص معنا نتصلت على كل واحد فيكم اختنا هي الاخ ايوب عزيز سيدي سيدي طبعنا وسيدي يزيد النقاط اللي كنا نتكلم عليهم حاولنا ما نحاولش نصور واحد الملخص يعني ديال المسائل ديال يعني ديال المحاولات اللي خصنا نخدموا عليها باش نتحسن يكون واحد التحسن ديال العمل الجماعي ديال العمل ديالكم انتم كفريق. المسألة الثانية هو أننا غادي نتكلموا يعني على العمل الجماعي، العمل الجماعي باش غادي نتكلموا عليه خطر لي واحد ثلاثة ديال المسالين، الأولانية هو أنه غادي ندير واحد العرض قصير على العمل الجماعي، شنو هما الركائز ديالو. المسألة الثانية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يزيد أبو صابون رئيس جمعية نهضة ذات التنمية والتضامن وفاعل جمعوي على مستوى إقليم المحمدية. احنا اليوم في واحد دورة تدريبية حول موضوع التواصل ودوره في دعم العمل الجمعوي وخاصة في دور العمل الجماعي بالنسبة للأعضاء الجمعية والأعضاء الشرفيين والمنخرطين. احنا اليوم في هذا اللقاء واللقاء الثالث مع الدكتور محمد الشرقي اللي الحمد لله اللي كيحاول باش ياثرنا في هذا العمل في هذا العمل ديالنا هو العمل التواصلي خاصه لان هذا التواصل اللي كيعطينا شحنه باش نزيدوا لقدام في العمل الجمعوي. وهذه الدوره هذا هو اللقاء الثالث وان شاء الله غيكون معنا واحد لقاء رابع اخر وحول موضوع التطوع والحمد لله احنا جينا باش الهدف ديالنا هو باش ناثروا هاد الاخوان ديال خاصه الاعضاء الشرفيين والاعضاء الاداريين لان احنا في حاجه ماسه لهذا الورشه خاصه الورشه ديال التواصل مع الكوتشين لان الكوتش كيلعب واحد الدور في المغرب دابا ولا عندنا واحد الكوتش كيلعب واحد الدور كبير في تاطير الفاعلين الجمعويين وخاصه المجتمع المدني لان المجتمع المدني له دور كبير في التنميه الاجتماعيه على المستوى الوطني. والحمد لله احنا في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي عندنا واحد مجموعه من المشاريع الحمد لله احنا في صدد ديالها وكذلك مشاريع اخرى مع مندوبيه التعاون الوطني وهذه الورشه كنحتاجوها باش تاثرنا وتزيدنا لقدام وكتخلي داك وكتحتم داك الصراع بين الاعضاء وبين الاعضاء الشرفيين والمنخرطين. وكنتمنوا ان شاء الله هذه رساله موجهه لجمعيه المجتمع المدني باش يحاولوا باش ياخذوا العبره ديالنا ويتاثروا في هذا العمل ديال الكوتش او المتدرب لانه كيلعب واحد الدور كبير في دعم العمل الجمعوي. وفي نفس السياق نقوم بواحد قراءة الفاتحة لوالدة المرحومة والدة السيد الحسن مبروكي المرقب العظمة وهو إطار فعال في الجمعية واللي توفت الوالدة ديالو في هذا الأسبوع وكنتمناو ليها وكنقولوا يعني كان الله يجعلها في الميزان المقبول وإنا إله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الشرقي كوتش متخصص يعني في التدريب ديال الفرق والاشخاص
هذا اليوم هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني الحاجه الاولانيه بعدا كنشكر السي يزيد يعني كرئيس ديال الجمعيه وكنشكر جميع الاعضاء ديال جمعيه زناتة للتنميه والتضامن بحيث انهم فتحوا لنا المجال باش نسيروهم يعني بالنسبه لنا يعني هذا العمل اللي كنقوموا به كيدخل في الاطار يعني ديال التكوين ديالنا وفي نفس الوقت كنتمنوا انه يكون واحد اللبنه في التحسين ديال الاداء ديال جميع الافراد ديال جمعيه نهضه زناتة للتعاون والتضامن التنميه والتضامن. بالنسبه يعني الموضوع ديالنا ديال هذا النهار هذا ان شاء الله يا ربي غادي نتكلموا يعني على العمل الجماعي. العمل الجماعي هو ركيزه اساسيه في العمل الجمعوي بحيث انه الا ما كانش كاين عمل جماعي ما كيكونش كاين يعني العمل ديال الفريق وبالتالي ما كيكونش كاين يعني النتيجه المتوخات من العمل الجماعي اللي غادي يمكن يعني يعطي النتائج ديالو كلها. الموضوع الثاني اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي يعني كنا اللي غادي نديروه حتى هو يعني التحسين ديال التواصل يعني التواصل الايجابي والفعال بين الاعضاء ديال الجمعيه اللي غادي يخليهم انهم يؤدوا المهام ديالهم يعني على احسن وجه وتكون بين الاعضاء يعني هذيك لا سينرجي يعني داك التضامن والتكافل في تاديه المهام. والموضوع الثالث اللي تكلم عليه السي يزيد واللي حتى هو يعني موضوع مهم بزاف هو روح المبادره يعني اننا باش نعاونوا الفريق ونشجعوه انه ينمي هذاك روح المبادره فيه في كل واحد فيه باش انه يمكن يوصل النتائج ديالو اللي يعني اللي يوصل لها والله موفق الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم استاذه سميره امجاهد كوتش متدربه وهذه ثاني مره كنتشرف انني نتعامل مع جمعيه زناتة للتنميه والتضامن وهذا النهار اللقاء ديالنا كيندرج في اطار دورة تكوينية لأعضاء الجمعية واللي الهدف ديالها الأساسي تحقيق تواصل بناء وفعال أولا طبعا لأجل الصالح العام لأن هذه المسألة لا تناقش مادام أن العمل تطوعي ومبني على روح المبادرة وثانيا لأن التواصل الفعال ما بين والإيجابي ما بين أعضاء الفريق كيخليهم تيعملوا بواحد الأريحية بواحد الراحة نفسية أكبر دونك العطاء كيكون كثير. ومن هذا المنبر كنتمنى على الجمعيات الاخرين انهم يقتديوا جوستومون بهذه الجمعيه هذه وكنتمنى لكم كل توفيق وكل نجاح. شكرا. نشكو فيها وفي نفس الوقت غادي يمكن لينا نلمسوا فيها واحد الجوانب في الشخصيه ديالنا اللي ما كتخليناش اننا ربما نؤديو العمل الجماعي على احسن وجه. وداك الشيء اللي كيكون فينا ماشي شي حاجه زعما اللي هي داك الشيء شي حاجه اللي حنا ما كنحسوش بها طبيعه فينا ولكن عن طريق هذا غنحاول امكن باش نخرجوا اشنا هما المسائل كل واحد فينا اللي يمكن له انه يحسنها باش العمل الجماعي ديالنا يمكن يزيد قدام. قبل ما نبداو في هذا الشيء بغينا كل واحد فينا يعرف براسو كاين الاخبار الخلاص اللي كنعرفوهم كاين الاخبار اللي ما كنعرفوهمش باش ان شاء الله الرحمن الرحيم وبعد من بعد نبداو ان شاء الله. أعوذ بالله من يقول أنا محمد الشرقي مهندس فلاحي وكنشتغل مدير تجاري في شركة خاصة ديال الأعلاف ديال الحيوانات. تصميم سالي معتصم مستفيد من هذه الورشة ديال روح العمل الجماعي. إذا اليوم كنشكر أولا جمعية نهضة زناتة للتنمية والتضامن على تنظيمها من هذه الورشة اللي كانت مختصة فيما يخص تنمية روح العمل الجماعي. وأيضا نشكر الكوتشين سي الشرقي والأستاذة أيضا اللي كتحضر معاه اليوم في هذه الورشة بدار الشباب عين حرودة. وكتجي هاد الدورة وحنا في أمس الحاجة مثل هاد الدورات نظرا لما كيعيشوا يعني العمل الجماعي بصفة عامة والعمل الجمعوي يعني بالانفرادية في القرارات وما كترتب عليه مجموعة من المشاكل يعني في التسيير ديال تنفيذ ديال المخططات ديال الجمعيات يعني غابت عن العمل الجمعوي يعني هذاك العمل الجماعي وأسقط في الفرديات وبالتالي هاد الورشة اكيد بانها غادا تساهم بشكل كبير في التنميه ديال القدرة ديالنا في تنفيذ ديال المخططات على مستوى العمل الجماعي. وشكرا.